سلام خويا هشام، الفوريفر وصلوا الصيت ديال المقاطعة والمناقشة من الشركات الأخرى في القنوات الفرنسية، طلق اليوم بالفرنسية سيرفر فوريفر العادي. خويا هشام الدحماني، أقسم لك بالله لا، مسألة المقاطعة هي كلام فارغ لا علاقة. قمنا بتجديد الفي اي بي يوم العيد، يوم العيد شارجينا الفي اي بي الناس، أقسم لك بالله. وأنا راه خرجت فيديو قلت لكم بأنه المقاطعة راه ماشي حل، وخصوصا مع الشعب المغربي، حنا ما نقدروش على المقاطعة، قطعنا حتى البيض اللي داير 36، كلشي يشراه في رمضان. المقاطعة ماشي هذيك القضية ديال الصاد ولا ماشي، ما عندها حتى معنى هذيك اخويا الدحمان. طلق الباقة ان فيها كلام والناس باغينها وداكشي، طلقها ودارها على الفي اي بي شويه، رد السيرفر العادي شويه، راه حابسه شويه خدامه في الاس بي 1 وغيبقى يتلعب بحال هكا، خدامه حابسه خدامه حابسه، في الاخر غادي يجي يقول لك ما قدرناش نثبتوها على السيرفر العادي، خصها تكون في الفي اي بي. نهار يومين ثلاث ايام اربع ايام غتسكت القضيه، غيتشارج الفي اي بي والناس غادي يخدموا بين سبور، غتولي مستقره وغيتفرجوا في الباقه العربيه وغيسكتوا الناس. اما مساله المقاطعه ومن يقول المقاطعه ما عارفش النظام كاع كيفاش خدامه، لا يدري لا يدري. ها هو ياسين قال لك 3 شهور و 6 اشهر على الجهد اخي هشام، ها هو نهار العيد تنقول لك العيد، عيد الفطر تشارجات الفي اي بي. انا شخصيا شارجيت السيد الفي اي بي نهار العيد، فما بالك بالاخوان، لا مهدي لا ياسين لا وين. في اي بي مقاطعه مجرد كلام، و تيقولوا شي ناس وصافي، والله ما يديروا المقاطعه. واش حنا كنهضروا على واحد داير مقاطعه ولا جوج؟ والمقاطعه وقتاش كتنجح؟ وقتاش كدير المقاطعه على السيرفر وتنجح؟ ملي كيكون هذاك اللي قادر يشارجيها ما خصوش يشارجيها. اما شكون كيقول لك غنديروها غنقاطعوها؟ داك اللي ما قادرش يشارجيها اصلا هو كيقول خصنا نقاطعو. اما المقاطعه باش كتكون ناجحه على السيرفر ديال مثلا غديرها على الفيب باش كتكون ناجحه، خص هذاك اللي قادر يشارجي هو ما يشارجيش باش يعاونك انت، لانه انت ما قادرش تشارجيها، دونك خاص انا اللي قادر نشارجيها ما نشارجيهاش باش نعاونك انت، وهو داك اللي قادر يشارجيها راه مشارجيها كاع نسوق لك انت. يقول لك اخويا وبغيتي تتفرج تفرج، يقول لكم مزيان لينا ما ديروش كاملين الفي اي بي باش يبقى السيرفر مستقر، هو راه شارجها وساكت. الله يهديك. لا اخويا لا داكشي ديال المقاطعه الا هي تخربيق في تخربيق في تخربيق في تخربيق. وانا قلت هذا الفيديو خرجت وما هذيك ما بغيتش نطول فيها بزاف، لان عرفت تخربيق ديك القضيه المقاطعه، تخربيق في تخربيق في تخربيق، تنقولها ونعاودها، تخربيقات في تخربيقات في تخربيقات. هاد المقاطعه ماشي حل. نهار دي السيده وبصح يقاطعوا راه السونترال على قدها، راه السونترال على قدها نزلت كتطلب، راه السونترال على قدها نزلت كتطلب. هادي ما فهمتكش اخي جابر الصراحه، ما فهمتش شنو بغيتي تقول بهذا الشيء. نهار دي السيده وبصح يقاطعوا، نهار دي السيدي ولا دي السيداو، دي السيداو بصح يقاطعوا راه السونترال على قدها نزلت كتطلب. انا ما فهمتش هادي صراحه، واخا تشرح لي اخي جابر، لانه عرفت بغيتي السونترال. السونترال السونترال ديال الحليب. اي فاش كانت المقاطعه دي، اي بصح. ولكن داكشي كان ديال بصح، هذاكشي كان ديال بصح. ولكن جابر هنا راه الناس مش في هذا المثال اللي عطيتي انت، الناس مشاو للكونكيرون واخا كان زايد، واش فهمتيني؟ لقاو الكونكيرون، واش فهمتي؟ هنا كانت المقاطعه تنجح على القوصات لو كان عنده كونكيرون. هاد الدراري شرحوا الله يرحم ليهم الوالدين، وكان بصح ماشي غير فوالا، ولكن كان الكونكيرون عنده، يعني الناس بحال قلتي فاش قاطعوا سونترال مشاو للجوده ومشاو داكشي، بقاو سونترال خلاوها. دونك هنا حتى سونترال مشاو الحليب جوده فوالا، حتى سونترال شنو كيبان ليها؟ كيبان ليها الشيفر ديالها كيهبط، الكونكيرون كيطلع.
دونك ما عندهاش حل الا تهبط عندك، ما عندهاش حل، خصها تهبط عندك، عدير داكشي اللي بغيتي. حيت الكونكيرو مطلع الشيفر ديالو، السي ا ديالو طالعه. هنا القوسات ما عندوش الكونكيرو اصاحبي، القوسات ما عندوش الكونكيرو، ما تقدرش دير عليه مقاطعه. هاد المقاطعه راه دراسه اصاحبي، المقاطعه راه قرايه، ما يمكنش. ما عندكش الكونكيرو ديالو، واش كاين شي واحد فاتح بين سبورت عربيه؟ ما تقدرش دير الكون، شنو دير؟ شنو دير؟ شنو تقاطع؟ هانت قطعتي الفي اي بي، هانت الا قطعتي الفيب فاش غتفرج؟ نقولوا الفيب ما عندكش بين سبورت عربيه وما عندكش بين سبورت ديال فرنسا، فاش غتفرج؟ اوبليجي دير داكشي اللي قلنا لك، تمشي لاسباسات. ولكن واش انت قادر مقتنع بها؟ حين تكون كنتي مقتنع بالاسباسات ما توصلش كاع للهضره ديال القاطو، حيت ما قلتي نقاطو الا هو ضرك الحال وبغيتي دوك البيين يكونوا عندك، سواء الفرنسيه سواء العربيه. اما كون كنتي كتفرج في الاسباسات ولا كتفرج في اقمار اخرى، ما كنتيش غتوصل كاع لذاك المستوى ديال تقول نقاطو. اما المقاطعه بحال دابا ديال الحليب، كان الكونكيرون مشيتي كتشري الكونكيرون، حتى ملي تقاطعت افريقيا الناس مشاو لشيال، مشاو لطوطال، مشاو دونك افريقيا ضرات. حتى في الحليب الناس مشاو الكونكيرو، واخا كان زايد عليه ب 10 دريال، يعني كان زايد عليه. دونك هنا شركه سونترال اش كدير؟ كتشوف الشيفر ديالها هابط، السعر ديالها هابطه، والسعر ديال الكونكيرو طالع. دونك ما عندوش حل، لان كيشوفك انت الكونسوماتور فينال، مشيتي للكونكيرو، اذا شنو الحل؟ خصو يهبط عندك، يهضر معاك باش يرجعك، اوبليجي لي غيهبط الثمن. مي في هاد الحاله ما كاينش كونكيرون، كونكيرون ما كاينش، المنافس ما كاينش، داكشي هو اللي يلعب عليك الديس. الا قطعنا حنا اللي غنضيعو، او كما غيقاطع حتى واحد، ودي هضر خويا. لا بلا كاين اللي تيبغي يجرد الزبناء، حنا حكا غنقاطعو ندير، الله ما يقاطع شي واحد بالله. قاطعو اي هاي. المقاطعة ديال الفيب خاص تبدا من البائعين، فاش غيجي المستهلك يعمر يلقى غير الفوريفر العادي. الله يعطيك الصحة. ها ما هاد بحال كيما تنقولوا، ملي كتكون مثلا الخضرة خاوية، ماشي انا اللي مستهلك نمشي نهبط نلقاها غالية، لا ما تجيبهاش ليا اصلا، انت اللي كتبي ما تجيبهاش. اذا انت هادو خاص مني بغيتي تقاطع الفي اي بي، هادو اللي كيشارجيو ما يجيبوهاش اصلا، ما تكونش حاضرة في السوق. واش فهمتيني؟ ما تكونش حاضره في السوق. بحال ملي كتهبط للسوق مثلا وكتلقى مطيشه غاليه، ولكن راه كاينه في الاسواق، غتتباع غتتباع. الو ولا بغيناها ما ترخاص، نهبط انا منين نهبط نشريها ما خصنيش نلقاها، يعني خصني هذاك اللي تيبيعها ما يجيبهاش، هذاك اللي كيبيعها ما خصوش يجيبها، وهذاك اللي كيبيعها ما قادرش ما يجيبهاش، حتى هو تيقول لك شندخل لولادي خصني نجيبها، حيت عارف كاين اللي غيشريها. وراه تماما نفس القضيه كاينه هنا، حيت الفي اي بي كاين اللي غيبيع على درهم، ومعروفين الناس اللي كتبيع على درهم على جوج، وما اكثرهم كيبيعوا على درهم وعلى جوج وبزاف كيبيع على درهم. دونك ملي غيبيع على درهم اش كيقول؟ نستغل الفرصه، هذوك الاخرين دايرين المقاطعه، انا السوق ديالي ارا نبيع براسي. زيدو شكون قال؟ شوف حنا العرب دائما عندنا اتفق العرب على ان لا يتفقوا، راه ما كايناش هادي. غايقول لك المقاطعه من هنا وتلقى تيبيع في النوار من جهه اخرى، مكلف واحد اخر تيبيع، حيت هذا الشيء خصك تعرف. بحال نيت ملي كتهبط تقدا في السويقه، واش ملي كتهبط ما عمر كتبان لك هذه اللقطه؟ انا نقول لكم هذه اللقطه، واش كتبان لكم ولا ما كتبانش لكم؟ ناخذ مثلا البنان كتلقى مثلا، لاحظوا هاد المرات، لاحظوا الناس اللي كيهبطوا يتقداو في السوق، لاحظوا هاد القضيه. كتلقى مثلا جوج الكرارس ولا ثلاثه الاثمنه مختلفه، ميم انهم عندهم نفس البرودوي والاثمنه كتختلف، كتلقى نفس البنان كبير زوين هذاك الشيء ولا مويان ولا خايب، نفس البنان الا لاحظتي كتلقى مثلا ثلاثه الكرارس اما بعادين على بعضياتهم بواحد 10 متر ولا 20 ومفرقين، واحد كيبيع ب 10، واحد كيبيع ب 12، واحد كيبيع مثلا ب 9 ولا 13. كتسول انت كيقول لك هذا 10 دراهم خذ، تمشي عند هذا تيقول لك 12 دراهم، كتقول لي راه لقيتوها ب 10 دراهم، تيقول لك واسير خذ.
هما راه هذاك مع هذاك مع هذاك، واش فهمتيني؟ هما بثلاثة راه شاريين من ضيعة واحدة، هذاك البرودوي شارينه من ضيعة واحدة، كيجيو للسوق تما، هذا شاد كريسة وهذا شاد كريسة وهذا شاد كريسة، وتيبان ليك هذاك اللي ما كيبيع حتى حاجة ناشط، قهيوة كحلة وكويرو، وتيغوط 12 درهم ما بيع حتى حاجة وفرحان. وشكون كان هذا الشيء بصح؟ واش هو غيشوف السلعة ديالو ما كتباعش ويبقى ساكت؟ وكتلقاه واخا هكاك ما طالعش ليه الدم، هاد الحوايج بقات هبط للسوق وضرب ليهم ضريبه. وشوف كتلقاه جالس وقدر مع جالس مع صاحبه وتيضرب الرامي ولا تيلعبوا، علاش؟ السلعه غادا تتباع غدوز غدوز، حيت هذاك صاحبه مول 10 دراهم راه هو اللي كيبيع، فهمتيني؟ هذاك مول 10 دراهم هو اللي كيبيع، مني غتقرب هذيك تخوا هذاك مول اللي ما تيبيعش مول 12، راه غتهز هذيك السلعه وغترجع كتباع غير ب 10 دراهم وغتمشي، لان الثمن اللي خصو يتباع هو 10 اللي كيبيع به ذاك الوسطاني، ماشي انت شريتي بالرخا لا راه باعوا لك باش بغاو هما، غير بين لك بلي هذاك راه كيبيع بالغلا باش تجي عندي انا كنبيع بالرخا، هو راه غابين لك الفيلم شنو هو، بغا يقول لك راه هذا كيبيع ب 12 ولا اخر ب 13 وانا كنبيع غير ب 10، واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ راه بحال هذا الشيء كيوقع، كيوقع هذا الشيء في السيرفرات لا الفوريفر لا الاي بي تي في لا ديال، كتلقى نفس البانيل نفس البانيل كيخدموا فيها 10 د الناس، واحد داير 100 درهم، واحد داير 150، واحد داير 200، وكل واحد وشنو داير؟ كل واحد وشنو داير؟ هاد الهضره راه ما غيحملوهاش الدراري اللي كيبيعوا، وغدا غتلقاهم تيسبوا فيا فشي جروب، كل واحد شحال تيبيع، واش فهمتيني؟ هذاك اللي كيبيع بالرخا راه هو الثمن ديال هادوك البانيلات، هادوك الدراري كاملين راه نفس البانيل، غير خصنا نبينو ليك بلي راه هذا كيبيع بالغلا وهذا كيبيع بالغلا، باش تجي انت عند هذاك اللي كيبيع بالرخيص. هذا هو الفيلم اللي كيدور. ايوا المهم هذا الشيء كان بين قوسين، نرجعوا ل حيت شوف هادو مقول بالبيع والشراء، وكتفهمهم مني كتكون شويه قريتي الماركتينغ وزائد حتى الخدمه كتعاون، فهمتيني؟ انا هذا الشيء كنفهم ليه مزيان، حيت نقدر نقول لك بان انه خدام في شركه كتعتمد على الكوميرس والماركتينغ بزاف، دونك عندي اون اكسبيريونس محترمه، ماشي نقول لك راني واعر، ولكن عندي اون اكسبيريونس محترمه، كنفهم كيفاش كيداروا لي غوميز، كيفاش كيداروا لي برومو، كيفاش فهمتيني، كنفهم هادشي كيفاش كيدار وكنفهم هاد القوال. المهم داكشي علاش كنبارطاجي معكم هادشي، لان كنفهم كيف كومون سا سباس هاد التويشيات كيفاش كيدوز. هادشي اللي كاين مول البيتكوين غيكع، واش غادي دير؟ لا بغا يكع راه غدا الحد يقدر يصوم ويدير اجر. Thank you.